لسه فرحتنا مكمله ولسه عندنا لقاءات كثيره وكلام كتير جدا جدا جدا، وهنكمل مع حضراتكم. ولكن خلونا نروح الى قطر والى زميلنا كريم احمد وفرحه الفوز بالسوبر الثاني على التوالي والثامن في تاريخ النادي الاهلي مع المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان. بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى. فوز مهم كابتن سامي قمصان، مبروك يا كابتن سامي. جمهور اكتر من رائع، تحضيرات مميزه جدا وتوفيق ربنا الحمد لله كان معانا. حابب تقولي على الجيم انتهى بركلات الترجيح لكن ادينا لعين، وتوفيق ربنا كان معانا. حابب تقولي يا كابتن سامي؟ طبعا تحياتي كابتن ايمن، ببارك له طبعا وببارك للضيوف كله. زي ما انت قلت بطوله كبيره وتلعب فرقه كبيره عندها خبرات كبيره جدا في افريقيا، خصوصا النهائيات. اعتقد من المرات القليله اللي هم بيخسروا نهائيات، يعني فرقه عندها خبرات، عندها مدرب بلجيكي كويس. كانوا مركزين جدا في المباراه، يمكن احنا الحمد لله قدرنا نحسمها في الاخر، لكن الحمد لله برضو تحسب للعيبه الجهد دوت. اديك شفت معظم اللعيبه الدوليه الاجهاد البدني مأثر عليها جدا جدا. النهارده السوليه بنفقد تغييره في التسخين، يعني مهم في وقت صعب جدا، يعني حتى نفسيا اللعيبه. يعني ياسر ما سخنش غير حوالي دقيقتين وبعد كده دخل المباراه. يعني حمدي نفس القصه، جهد بدني كبير. اكرم نفس القصه، فلكن الحمد لله طبعا بشكره مع الجهد ده وعلى البطوله ديت. واعتقد الحمد لله ان احنا كنا حق بالبطوله، ومبروك تاني مره تاني لجمهور النادي الاهلي. التغييرات كان ليها تاثير الحقيقه يا كابتن سامي، والتعليمات كمان الفنيه بشوفك على طول على الخط رايح وبتوجه اكرم يرجع معلول. التغييرات كان ليها سر، والحقيقه الشوط الثاني كان مختلف بشكل كبير، ان الهدف جه في توقيت مهم جدا 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 في هذه المباراه. طبعا انت مهم جدا ان انت بتبقى محضر المباراه وسيناريو المباراه. كان الراجل بيتكلم او قبل المباراه كتير جدا في التصورات بتاع المباراه، لو جبنا جول، لو لا قدر الله دخل فينا جول. فالحمد لله بتساعد التحضير دوت اللي انت بتبقى عايش الماتش اكتر يعني. لكن طبعا اللعيبه، حتى اللعيبه اللي نزلت ادت اداء مميز جدا النهارده. طاهر ما شاء الله بيقدم مباراه كبيره جدا، وبياكد ان هو لعيب كبير. احمد حمدي لما نزل برده نفس القصه، عمل اداء كويس. ياسر في البدايه برده نفس القصه. فاعتقد الحمد لله نتيجه الحمد لله مرضيه لينا وجمهورنا، وان شاء الله نوعدهم ان شاء الله مزيد من البطولات دي. الجمهور وهتافه وحماسه الحقيقه حاجه تابلو رائع جدا، ومش جديد على جمهور النادي الاهلي. محضرين امور كثيره جدا وحاولوا ان هم يجوا يحققوا الانتصار مع فريق النادي الاهلي. بتشوف الجمهور ازاي وهتافه ازاي في اللحظات كانت صعبه جدا يا كابتن؟ انا بشوف النتيجه اللي بتحصل خصوصا في الاوقات الحرجه زي ديت وكل دي بترجع بعد ربنا طبعا للجمهور دوت. انت شفت التشجيع من قبل المباراه حتى، يعني بتدي ثقه للعيبه، بتدي ثقه للجهاز، بتدي ثقه للمنظومه كلها، اللي انت الجمهور ده عنده ثقه ان انت هترجع. الحمد لله يمكن اللعيبه ما خذلتهمش النهارده، والحمد لله قدرنا نرجع بشكل كويس جدا، وربنا كلل جهودنا بضربات الجزاء. وبطوله انا شايفها بطوله صعبه جدا. يمكن قبل المباراه ناس كتيره كانت بتتكلم بشكل سلبي على فرقه الرجاء، ان فرقه ضعيفه ومع مش ماشيه كويس. لكن انا بقول إن ارجع للتاريخ هترجع تلاقي فرقه كبيره جدا، حوالي 9 بطولات افريقيا، ما بين بطوله افريقيا وكونفدراليه وسوبر وافريقيا اسيوي. فاعتقد فرقه صعبه، واعتقد النهارده الحمد لله ان ربنا نكسب النهارده بالشكل دوت. ما شاء الله على الحمد لله. الحمد لله مبروك. شكرا مبروك.